من ضمن يعني الأسئلة دائما اللي تسأل تأثير العامل النفسي على الوظائف القلب، لو تكلمنا عن الاكتئاب، القلق، الحزن الشديد وما ذلك يعني وما إلى ذلك. بقاء الإنسان متوتر فترة طويلة يسبب اضطرابات في الهرمونات، ويكون الإنسان في حالة استنفار مستمر، مما يؤثر سلبا على صحته، وقد مع طول الوقت وطول السنين ينتج عنها مشاكل لها علاقة بالضغط وكذلك السكري، وكلها تسبب مشاكل في للقلب. أضف إلى اضطراب النوم، أحيانا هؤلاء الناس اللي يعانون من اضطرابات في النوم، فبالتالي في النهاية تنعكس سلبا على القلب. أحيانا يضطرون إلى استخدام بعض الأدوية أو بعض الاستخدامات الغير مشروعة أو الغير صحية، التدخين وما في حكمها، فتتفاقم المشكلة أكثر وأكثر. طيب يعني نقدر نقول أن هناك على أصلا علاقة مباشرة بين تأثير العامل النفسي على القلب. جدا، الراحة النفسية مطلب لسلامة القلب وسلامة كثير من الأعضاء.